السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا بتشوفوا فيديو اليوم. وحضرنا برجر الدجاج أطيب وأفضل من المطاعم، كل العيلة حبته، وبتمنى أنتوا كمان تجربوها في البيت وتنال إعجابكم. والطريقة كتير سهلة ومميزة، يا ريت تتابعوا الفيديو للأخير، بتمنى الفيديو ينال إعجابكم. فضلا ادعموا الفيديو ولايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم فيديوهات القادمة. خلينا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بالفيديو، فرجة ممتعة. الفخاد فيه رطوبة أكثر من السطور. نعم. بدي أقطعهم هيك أصابع يعني طويلة، بس يعني مشان نسهل على حالنا ويدخل على المكنة. على الفرامة. إيه على المكنة بسهولة. وهون الأولاد عم يقلوا بطاطا. إيه والله مشان يكونوا جاهز. خلص بلشنا بالفرم. خلصنا كل الكمية، طحنناها بهذا الشكل. على المصفى الناعمة أنا الكمية طحنته. كان تقريبا كيلوين ما هي؟ كيلوين إيه. بعد ما خلصت الطحن نسيت أطحن الثوم معه. هلا بالنسبة للثوم فينا نحط فريش وفينا نحط بودرة. أكيد الفريش أفضل. الفريش نكهته قوية أكثر. في عندي أربع فصوص، لكل كيلو عم بحط سنين ثوم. في عندي ملعقتين كزبرة، كزبرة ناشفة، لكل كيلو ملعقة صغيرة. أنا عندي كيلوين حطيت ملعقتين صغار. وفي عندي بصل بودرة كمان، وإذا ما توفر بصل البودرة فينا يعني نحط معه بصل فريش كمان نطحن معه كمان بصير طيب. ملعقتين صغار بما أنه صاير عندنا كيلين. تمام. هلا كمية الملح الواحد بحطه على حسب رغبته، أنا بدي أحط 3 معالق صغار. وفي عندي بابريكا، البابريكا اللي عندي ما لا باردة ولا حارة يعني متوسطة الحرارة. في عندي ملعقتين صغار نورمال عادي قرطة يعني وسط. وإذا توفر فلفل أبيض يعني بيكون أفضل، بس أنا ما عندي الأبيض بدي أحط الأسود. في عندي ملعقة صغيرة يعني لكل كيلو نص ملعقة صغيرة. هذا هن البهارات كلهم. وبالنسبة للبقسماط عم بستخدم هاي النوعية، بيجي مثل توست مطحون أو خبز مطحون هاد شكله. لكل كيلو كوب واحد. لك الكيلو هو بيخلي يعني يتمسك أكثر وما يفك. يعني هذا كيلين كوبين. كوبين حطيت كوبين. هلا بما أنه صدور الدجاج ناشفة ما حطيت يعني وراك الأفخاد. بدي أحط زيت. زيت الزيتون؟ لا زيت نباتي. بدي أحط زيت نباتي ربع كوب لكل هاي الكمية، بس ربع كوب. وخلص هذول المكونات راح ندمجهم. نعجنهم كتير منيح إيه. وبتاكلوا أطيب برجر إن شاء الله، أطيب من المطاعم. شغل البيت نظيف ومضمون. بدنا نعجنه فترة منيحة لبين ما يندمج بشكل كتير منيح. البقسماط يتوزع بشكل منيح يعني. نعم. بده شوية وقت، 5 لـ7 دقائق عم تمسك بإيدنا إيه. صارت عم تلزق، بندهن إيدنا بشوية زيت. ماما جيبها زيت كافي. هذا هو كل الكمية، عجن بشكل كتير منيح على ما أظن. وخلص يعني إذا في عنا وقت بنسكر عليه وبنحطه بالبراد ليرتاح. والبقسماط تتشرب التتبيلة والنكهات ومن الدجاج يعني. بصير معنا أطيب يعني. هلا أنا بدي أشكله مباشرة. بما أنه الأولاد جاعوا صار وقت الغداء. بدي أشكله مباشرة ونقلي وخلص وناكله. وبالنسبة للتشكيل يعني إذا توفر مكبس البرجر يعني بيسهل علينا الشغل، بس نحن ما عندنا. لا ما عندنا. كأنك لقيتي الحل. هلا أنا جبت هاي الكاسة الزبدية وقطعت هاي. بدك تقطعي الثانية مشان هيك بس شكله يطلع مرتب. نشيل هدول الحواف الزوائد. إذا حاولنا يعني إذا كانت طحين يعني سميك الواحد بيفرد بإيده بيطلع شكله مرتب. بتكبري شوي بإيدك. المتوفر. نحاول يعني يكون كله نفس المستوى. سهلة. إيه سهلة. هلا إذا ما يعني توفر القالب بنسهل علينا الشغل أكيد أكثر من هيك. هاي كل الكمية؟ هاي كل الكمية. الكمية ما شاء الله وفيرة، بس على حسب الواحد يعني الأقراص عم يعملوا كبار ولا صغار. 30
معنا كل كيلو طلع معنا. هلا نحن حطينا بقسومات كمان، هو كمان بيزيد يعني الكميه. كل كيلو 15 حبه راح تصير. عملتهم بهذا السمك يعني له رفاع كثير وله يعني سميكه. هذا هو كل الكميه ما شاء الله، الكميه وفيره، رح ناكل منه والبقيه رح نفرزه ان شاء الله وقت نحتاجه، يعني بيكون جاهز وعشوي فورا مباشره. يعني هون في عندي مايونيز تقريبا نص كوب واكثر شوي، بدي احط كاتشب كمان، معلقه كبيره صوص باربيكيو تعطينا طعمه طيبه، وفي عندنا ملعقه صغيره خردل. شوية حرارة. تمام. وهذول هنا بس. هذول هنا مكونات الصوص اللي بدنا ندهن فيه الخبز. بالنسبة للخضار اللي بدنا نحط مع البرجر، هذول هنا. في منهم بحطوا بيض بيض. ايه فينا. يقلوا بيض وبحطوا يعني. بس نحن ولا مرة حطينا. كل همبرجر بحطوا فيها بيضة واحدة. رم الخس. هلا فينا نحط يعني الخس هيك. قطع كبيرة. قطع كبيرة. ايه. بس انا بفضل انه اذا قطعناه هيك صغير بيطلع شكله احلى، ممكن يعني واحد الخس والمخلل اساسيات، طبعا حبه بندوره كمان، البصل بقى اللي اختياري. اختياري البصل مو اجباري، والبندوره كله حلقات كمان شرحات رفيعه. هون في عندي شرائح من الجبنه اشقوان، هذا على طلبي. على طلبك. هاي بطاطا مقلية كمان جهزت، مقلية على النار، عم بحط زيت. هلا أنا بدي أقلي لحتى نضمن يعني الدجاج يستوي بشكل كتير منيح. خلاص بدنا نقلي البرجر. حط ثلاث قطع وبلشت أقلب فيهم. هلا شفتهم عم ياخذوا اللون من تحت. قلبت فيهم. عم أقلبهم وحطيت قطع الرابعة كمان، شفتها بتسعة. جبت الخبز وبدي أدهنه بهذا الصوص يلي حضرنا. نعم. من الطرفين من هون وهنيك. والله إذا شوينا هاي الخبزة بتطلع أطيب، بس بما أنه أنا حطيت زيت كمية كبيرة بالمقلاية. نعم. فما راح يعني أحمصه، بدي أكتفي هيك. بدي أحط كمية من الخس. شرائح. هاي صدويشة مين؟ ما بتفرق. وأحط بندورة وقطع بصل وشرائح من الخيار مخلل، وبدي أروح أشوف نسرين وين وصلت. عم بتقلب هي وخلص بلش ياخد اللون. حطيت جبنة هون وأحط هون عجب كمان اللي بده. حمد علي بدك تحطي لي قطعتين، أنا قرصين. ايه هي الي ما هيك؟ لا هي لا هي مو الي. الكل بده يصير لك يعني. يلا ما في مشكلة. ما في مشكلة. نسمة يعني. تاعي حطي ماما شوفي شو بدهم، حطي له. حطوه هون؟ ايه حطيه. كأنه جبنة لسه ما دايبت. خلاص بكفي بمشي الحال. وأحط القطعة الثانية من فوق يعني هيك بالحرارة من فوق ومن تحت. راح يذوب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. منقول ان شاء الله. نقول ان شاء الله. اسكر عليه ولا احط لك هون كمان شغلات؟ لا خلص سكري. مثل البصل. هلا حاليا سكري. وهيك صار معنا. طيب كيف بدك تاكله؟ صار سميك شوي. والله هي شغلتي. تصطفل. هي شغلتي بنحلها ان شاء الله. طلع بتذوب ها شايف؟ ما قلت لك على الحراره بتذوب. المهم صحتين وعافيه. على قلبك. خلينا احط كميه ثانيه. يا عين. قولوا لي بصراحه شكله مو اطيب من الجاهز. اي والله. اي والله على الذمه. على الذمه. والله على الذمه. ايه والله يسلمون محمد. صحتين وعافية على قلبك. على قلبك يا رب. اخر دفعة. وهي شيفتنا الله يقويك يا رب، هي لهلا ما اكلت. عم باكل هو انا. عم بتساوي والله، الله يعطيك العافية ويقويك. انتوا لا تفكروا انه حطينا الزيت وراح كل الزيت مثل ما انكم شايفين. بشكر كل حدا بقي معنا لاخر الفيديو، وبشكركم على تعليقاتكم الحلوة وتشجيعكم الدائم. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وانتظروني بفيديو جديد. مع السلامة، في امان الله.